الله يسامحك، فشلتني قدام خالتي والبنات. أنا بعرف أنت ليش خليتنا نطلع. أنا واثق مليون بالمية إنك خاشة شيء عني، فقلت نطلع علشان تاخذين راحتك بالكلام. نورة صدقيني، اللي صار لا كانت نزوة ولا غلطة ولا شيء ما يهم. لما أنا دزيت لك مسج كنت أعني كل حرف كتبت لك، وقلت لك إني قاعد أفكر فيك. صدقيني نورة، أمرك وايد يهمني، ومشاعري صوبك كانت صدق من كل كلمة. ما بيجي تفكرين لو لحظة بس، اللي صار أمس كانت غلطة. ترى كلامك وايد ضايقني، أوكي؟ واي واي بموت من القهر، نورة كل هذا يطلع منها؟ أنا بعد صراحة مستغربة. ما يخالف أنت هدي أعصابك شوي عشان أعرف شلون بنتصرف. وأنت ليش كذي بعد مستغربة ومتضايقة؟ يعني أنا اللي عارفة أنت ونورة علاقتكم وايد زينة مع بعض، يعني ما في شيء تتضايقين عليه. ولا ليكون قاعد تفكرين بعبد الله؟ لا حبيبتي، أنت غلطانة، أنا مو متضايقة. ترى نورة هذه ما هي سهلة، إذا خليناها كذي على راحتها الله العالم إيش بتسوي فينا؟ ترى ما هي سهلة. الله قاهريني، طلعوا من غير ما يعبروننا، تخيلي حتى أمه ما سأل عنها. بس ما عليه، صدقين أحس إنها قاعد تبين لنا إن عبد الله صار خاتم صبعها. بس أنا عليها. إيان وياك تطلعين برا المطبخ، فهمتي؟ حاضر. حيا الله مشعل. الله يحييك خالتي. شلونك شخبارك؟ بخير الحمد لله. أقول صالح، تكلمتوا في الموضوع؟ لا ما تكلمنا، بس عيل خوش. أنا أكلم مشعل. بصراحة مشعل، وبعطيك من الآخر، أنا وخالك كلمنا شهد. شهد رافضة موضوع الزواج، تقول مولية مو راضية تتزوج. بصراحة أنا شاورت خالك ولقيت إن مها الزوجة المناسبة لك. بصراحة البنت ذوق، جمال، أخلاق، أدب، كاملة مو ناقصها شيء. يا خالي ما ادري يعني من وين ابتدي وياك بالموضوع. يعني انت ما شاء الله شاب وطموح، وكل من يعني يتمنى انك تتزوج بنته، بس مثل ما قالت خالتك ام صمود، شهد الحين مو مفكره بالزواج كلش. بس يا خالي انا يا مشعل، ترى خالك يبي مصلحتك، وانت لو تلف الدنيا كلها ما راح تلاقي زوجه مناسبه لك مثل ما. ولا ايش رايك يا صالح؟ اي عدل عدل، اشرب شاي يبا، اشرب شاي. من زمن حبك بقلبي يا حبيبي نور ونار، والليالي اجمعتنا من بعد شوي. كنت أسولف مع فرح وأحمد، قلت يعني أهتم فيهم شوي دام أمهم مسألة فيهم. المهم تخيلي قالوا لي معلومة وايد خطيرة،
قالوا لنا راشد الله يرحمه كان يطق نوره ويتهاوش معاها بشكل يومي. احمد وفرح هم اللي قالوا لك هالمعلومه؟ اي خالتي هم اللي قالوا لي. وانت ايش دخلك في هالسالفه؟ انت ايش عليك؟ لا تخليني اقول حق عبد الله يطلقك واقطك عند اخوك في البيت، وكيف هذيك ساعه يتصرف معك مثل ما يبي؟ ليش خالتي انا ايش قلت؟ كل هذا وايش قلتي؟ انت ايش عليك بهالامور يا بنت؟ انا ندمت على اللحظه اللي خليت عبد الله يملك عليك. ترى البيت بصاب وانت بصاب، بس ايش مشاكل يا بنت الناس؟ حتى انت بعد مو راضي باللي قاعد يصير بين عبد الله ونوره. هذا موضوع ثاني. احنا للحين ما صلحنا السالفه الاولى اللي مع صمود وعبد الله، تبين تفتحين علي باب ثاني ومشاكل ثانيه؟ ان ما لزمت حدودك يا مها لعلمك حدودك. انت سامعه؟ ارفعين وجهي. ارفعين! ايش هالبنيه هذه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بصراحه انا يوم جيت اكلم خالي كنت افكر اني اتقدم حق شهد، ودام ان خالي مو موافق على زواجي من شهد فانا استاذنكم. وين يا مشعل؟ الكلام اخذ وعطى. يا خالتي انا سمعت كلامك وفهمت قصدك عدل، بس عن اذنكم انا ماني موافق. مشعل اقعد، انا للحين ما خلصت كلامي. انت اذا تزوجت مها انا بعطيك شقه. بس يا خالتي الحمد لله انا عندي بيت وجاهز. عادي زياده الخير خيرين، مو بس هذا، واتكفل بمصاريف زواجك من الالف الى الياء، وبعد اسوي لك عرس لا صار ولا استوى، اخلي الديره كلها تحت شفيه. هلا ام فيصل شلونك؟ الحمد لله. ريم شلونك؟ تمام. ما راح تصعدين فوق؟ لا يعني بقعد شوي اسولف مع ريم وبعدين بروح غرفتي. حيلا عليكم. ايش دعوة عليك؟ شاقة الحلج من هني لهني. مساء الخير يما. مساء النور. عبد الله. خير يما. تعال أبيك بكلمة. مشعل. يعني أنا رومانسية شلون أطالعة؟ شويش؟ شوي زعلت. يا المجنونة شنو اللي بيزعلها؟ أنت حسبت أختي وأنا وايد مستانست لك، أحسن طلع من مود الحزن هذا. حبك حبيبتي. يلا روح بدله. يلا اروح. ايه اوكي. يصير خير، انا استاذن الحين. حياك الله يا ولدي. الله يحييك. سلم على الاهل. ها ان شاء الله يوصل خالي بسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. هذا الموضوع الأول خلصنا منه. أبيك تكلم عبد الله تتفق معاه على ترتيبات الزواج. مشعل مهم. بعدين الرجال قال يصير خير، ما قال موافق. ما عليه يا صالح. هو انحرج منك. يوم ولا يومين راح يكلمك ويقول لك أنا موافق يا خالي. بعدين يا فاطمة الموضوع ما يستاهل كل هذا. شقة وطقطقة ومصاريف، ليش؟ لأن الموضوع مهم ويستاهل. بعدين أنت من صدقك. أنا فاطمة أشتري شقة حق الأشكال. أنا قلت شقة موجودة ومستفيدين منها. عن أي شقة تكلمين؟ طبعاً شقتك. أنت من صدق جدي؟ إي طبعاً من صدق يا صالح. أنت عايش معي هني في البيت وشقتك ومستفيد منها. وبعدين أصلاً مشعل مو غريب. مشعل ولد أختك وأنت خالة. فاطمة لو سمحت لي الحد وخلاص. أنا أحبك وأحترمك وأقدرك إيه؟ بدل لا تبادلين نفس الشعور قاعدة تتصرفين على كيفك تحكمين فيني؟ لا ليه الحد وخلاص ما اتحمل انا. كيفك؟ لا تتحمل. انا مو جابرتك تتحمل هالوضع. ايش تقصدين؟ البيت هذا بيتي انا. وانا رأيت الكلمة الأولى والأخيرة. اللي عاجبك
اهلا وسهلا. واللي مو عاجبه ترى الباب مبطل، تقدر تاخذ بنتك وتطلع برا البيت، فهمت؟ يبا يبا يلا يبا خلنا نطلع من هالبيت، كرامتنا ما تسمح نقعد بهالبيت ولا دقيقة. روح انجزي اغراضك. حاضر يبا. صالح انت اللي اجبرتني اني اقول لك هالكلام. عقب الكلام اللي قلتي يا فاطمة ما في شيء يقال. روح انجزي نفسك يلا. يما شو السالفة؟ روحي زين. شهد صاير